في سؤال من حمد طرح سؤال صراحة على الهاشتاج، يقول هذا رأيي وأتمنى أنك تطرحه على أم سلطان ومحمد شنوان. مطنشك يا ماجد، وما أدري إيش يمكن ما يحبك. عموما يقول بعد مشاهدة أجزاء كبيرة من مباريات المتأهلين لدور الثمانية، أرى أن النصر كان أقلهم مستوى فني ومستوى لاعبين وأكثرهم أخطاء وبدون هوية حقيقية، خصوصا أن لعب مع فريق كاد أن ينسحب لظروف صعبة ولعب بلا أجانب، ولذلك أتمنى أن تضعنا القرعة معهم لأنهم الأسهل. هذا رأيي، بس أنا في وجهة نظري أضيف على كلام حمد أنه السفيرين السعوديين الهلال والنصر مقلقين برضو، يعني سلطان ما احنا داخلين بوضع مرتاح. صحيح، مقلقين للهلال. إذا افترضنا تأهل سابقا الهلال 2019 وتسيد للبطولة، وحتى في بدايات البطولة الماضية اللي خرج منها بظروف كورونا أفضل على مستوى الأداء قبل وأثناء البطولة. صحيح هي في بداية بطولة، صحيح مدرب جديد، ولكن حال التنظيم الدفاعي مباراة أمس للهلال لا يسر. النصر اليوم أمام منافس في غيابات كثيرة، مفترض أنك تتفوق باكتساح خاصة بعد التقدم في الشوط الأول، تراجعت تراجع غير مبرر، وكنت أن تعطي المنافس هذا على الرغم من نقصه حتى على بنك الاحتياط أنك تعطي فرصة أن يتعادل معك وأنك تصل معه لظروف أصعب. فأعتقد الفريقين غير مقنعين.